مستر دوان، بدي رحب بكل سمع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد من برنامج كل يوم بيومه بمناسبة عيد مرمرون. بدي أتوجه بالمعايدة لكل اللبنانيين وبالأخص للموارنة ولكل شخص بيحمل اسم مارون أو شفيعه القديس مارون. وربما نتعرف أكثر عن مارون ومرمرون لازم نقرأ كتاب ضيفنا السابق الشرخ تنعرف قديش مسؤولية مرمرون باللي عم نعيشه هلأ، ومنلاقي الحقيقة بمطرح تاني. على كل حال اليوم رح يكون لقائنا حول الدور الماروني المسيحي السياسي بلبنان، ماذا عن غضب أبناء الكنيسة من البطرك الراعي لتغطية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، وماذا عن اللي قالوا اليوم بنقاط الخمسة البطرك، مع أنه كانت التوقعات بوعظة اليوم تكون من مرمرون بحضور الرؤساء الثلاثة هي عالية السقف، فكانت النتيجة طلب البطرك الراعي إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها الدستورية، إعلان الحقيقة بتفجير مرفق بيروت، تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناجية عنه، والاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، اعتماد نظام الحياد الإيجابي أساسا بعلاقاتنا الخارجية. أهلا وسهلا بالكاتب أستاذ أنطوان فرانسيس، وشكرا لحضورك اليوم. صرنا معودين وقت يكون في مناسبة مارونية تكون الصبغة عليك. لا لك معني، أنا يعني صحيح بنتمي للطائفة المارونية بالهوية وبالوجود البشري، إنما يعني فكريا وسياسيا ووطنيا أنا مواطن لبناني منفتح على كل العالم، فمواطن لبناني بعد بأفاق واسعة جدا، مش متقوقع يعني، بمشي بوادي النوبين وبمارس مارونيتي. هيدا المارون الحقيقي، هيدا المارون الحقيقي اللي بيمشي بوادي النوبين وبمد ايده لكل الناس. ما هي هيدي هي المارونية بالاساس. يعني رح بلش اذا بتسمح من عظة اليوم البطرك الراعي. قرينا من امبارح لليوم انه رح يكون سقف هذه العظة يعني اكثر من هيك بكثير، ورغم انه مرق بعض الامور بس كانت تحت هيك مطالب شوي مقبولة، شكر الرؤساء بحضورهم، كان عنده مطالب سياسية، بس العناوين الخمسة هي الأبرز كانت. شو قراءتك للموضوع؟ أنا على الصعيد الشخصي عندي موقف مغاير لكل الحملة ولكل اللي الهمروجي اللي عم بتصير اليوم بالسياسة اللبنانية، مش بالنسبة لسيدنا البطرك وحده، بالنسبة للسياسة ككل. اليوم سيدنا البطرك اللي طرحهم بوعظته هني مسلمات، طبعا هني مسلمات، بديهيات يعني الألفابي، مثل ما الواحد تلاميذ الصف الأونزيام بيعلموه يكتب ABCDEFG. كل مواطن لبناني من أي فئة ومن أي حزب ومن أي طائفة هذا إحساسه. مين ما بده يعرف حقيقة شو جرى بالمرة، مين ما بده بس أما كيفية الوصول إلى هذا إلى هذه المطالب، بس البعض ما بدهن الحياد. لا الحياد حتى حزب الله ببعض الأحاديث سيادة سيد حسن ما قالوا نحن ما بدنا الحياد، قالوا أي نوع من الحياد نحن نريد. أنا ما فيني أطلب كون محايد وقت بكون من صدين المعركة. إذا أنا واقع بالوحلة غرقان جري بنص دين الوحل، بيقول له ما تتعاطى مع هذا، بيقول له شيلني أول شيء، نتحمم وننظف حالنا، بعدين نشوف شو بنعمل، ناخذ القرار. كيف للبنان أن يكون محايدا؟ كيف؟ مش إنه على مش إنه هو على الحدود، هو بنصها، هو بالبكار القاعدة الأساسية للدائرة. أنت بحالة صراع مع العدو الإسرائيلي، في خلافات جذرية أنت وياه متأصلة وقديمة من سنة 1948. عندك ما لا يقول عن 250 ألف لاجئ موجودين بكذا مخيم منتشرة في أنحاء لبنان. صار لك أنت 70 سنة عم بتحاول تحل مشكلة اللاجئين، كيف بدك تحيد لبنان قبل حل هذه المشكلة؟ اثنين،
بالنسبة للصراع الجارة الأولى اللي هي سوريا، صرنا بنحكي بالمليونين لاجئ سوري موجودين على الأراضي اللبنانية. أي حياد بدنا نحكي فيه قبل ما نحل مشكلة اللاجئين. ثلاثة، الصراع العربي الإيراني الأمريكي الروسي، التشابك الدولي حول هذه العلاقة الفوندامونتال الأساسية في المنطقة حول كتير إشياء استراتيجية، يعني إن كان المضائق إن كان الأنابيب إن كان سرب الغاز والنفط. فأنت بنص دينا كونك أنت في شيء اسمه مقاومة، شئت أم أبيت هي شعب لبناني ينتمي إلى طائفة معينة لبنانيين، هذول موجودين بنص الصراع، جزء أساسي من الصراع. ثلاثة، عندك طائفة تانية موزعة قواها في غير اتجاه، ناس من فريق منهم ماشي مع الحالة الأردوغانية، ناس ماشي مع الحالة الداعشية، ناس بتأيد المقاومة الوطنية، ناس بتأيد الخط الأمريكي السعودي. دونك الخبوصة العنكبوت ما فيك تطلع منها وتقول انا بدي اكون حيد محايد. هلا في جمله واحده، انه الدعوه الى مؤتمر دولي. نعم، الدعوه الى مؤتمر دولي برعايه الامم المتحده. عظيم، كثير منيح. نحن عندنا الامم المتحده هون موجودين في لبنان، موجودين على الخط الازرق بكميات، كل سنه بنعمل همروج كبير نقدر نسدد لهم. ما هي من اول بده يجي يعمل لك مؤتمر دولي على ومن يرعى المؤتمر الدولي؟ اساسا قرارات الامم المتحده التي اتخذت من سنه 48 من 242 و136 قبل منه يلي بتحكي عن حق العوده، مين طبقه ومين مين سالين عنها؟ استاذ انطوان، كانك عم تقول ايه، الحياد مقبول في لبنان شرط انه نغتر من هيدي الازمات. مقبول اكيد، لانه احنا شو يعني عندما ينتهي الصراع عندما ينتهي الصراع ونعود الى حقوقنا ويحصل لبنان على حقوقه، اليوم الانيه المباشره اللي هي الغاز والنفط، ترسيم حدود الغاز والنفط. اثنين، ننتهي الى حل للوجود الفلسطيني. بينسوا الناس، وهذا الشيء بيزعل كثير وبيخليك تتاسفي على الفكر وعلى الانتليجنسيا، وخاصه المسيحيه، الانتليجنسيا المسيحيه بالذات، يلي انه فاتت سنه ال 75 بحرب هدفها اسمها تحت عنوان الوجود الفلسطيني. طيب اليوم انت نسيت، بيرجع بنفس الجمله بيقول لك انا حطيت 200,000 شهيد. الله يرحم الشهداء، وكلنا زعلانين على الشهداء، صحيح هذا الكلام، بس اكراما لدماء هؤلاء الشهداء، انت اذا بتقول انا نسيت موضوع الفلسطيني، انت بتكون نسيت دماء الشهداء، لشو خدت هالحرب 15 سنه؟ لشو حطيت لا في هدف يكون في وطن بديل؟ لا ما في وطن بديل، قبول بتسكين الفلسطينيين. هذا الشيء ما راح يصير. هذا الشيء ما راح يصير. للأسف الشديد في طريقة حل له إبقاء المخيمات بحالتها الموجودة منه مزبوط، وفي كتير فئة من الشعب اللبناني سيادة داخل السيادة، مش يعني لشو عملنا الحرب من 75؟ ضاع عمرنا كله سوا، ضاع عمرنا. أنا بال 75 كنت شاب بعدني بالجامعة، أول مني متخرج من الجامعة، قضيت حياتي كلها سوا بهذا الصراع، وكذا كذا إنسان دشر لبنان، كذا إنسان فقد عزيز على قلبه، في كذا إنسان تشوه أو دمر أو متهجر، صار في تهجير، وخطفوا مفقودين لحد هلا كرمال شو هلا؟ هذا كله سوا راح؟ لا مش مزبوط، هذا ما راح يصير. من هون وهم 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 الحياد، وهم 100%، وهم حلم مثل سراب. فينا نحكي عنه مثل واحد عطشان كتير بيمشي بالصحراء بيشوف قدامه واحة، هو بيكون عم بيتخيلها انها موجودة، بيقرب عليها بيلاقي حاله من جديد، لانه أدمنه عطشان، الوهم تبعه خلق له السراب يتهيأ يعني. انا بالنسبة لي ما بشوفها اكتر من هيك، وسبق هالكلام ما كنت من جمعتين ثلاثة موجود في من الطائفة المارونية اللي بحبهم كثير وبوجه لهم تحية وكثير يعني حضاريين، طرحوا علي نفس السؤال، قال لي شو شايف؟ شو رأيك بالحياة؟ وقلت له نفس الكلام يلي عم بقوله على الهواء هلا، يعني مش انه بجاهر فيه على صعيد، وقلت له
لسيدنا البترك بطريقة غير مباشرة، لأنه ما فيك تجي تقولي لبترك الموارني أنت مغلط أو أنت هون، يعني قد ما يكون يعني في نوع من الاحترام. مش دفاعا عن البترك بس، يعني وقت وصل لمحل سيدنا لقى أنه هالقد في ضغوط بده يعمل مبادرة ما لخروج من العمق الزجاجية اللي عايشين فيها، فربما كان امل. وهيدي الواحه اللي كنت عم تحكي عنها استاذ عمر. الفكره اللي طرحت على سيدنا البطرك طرحها بعض الافرقاء السياسيين يلي بيدوروا بالفلك الامريكي بقوه، يعني مش بينتفي وبيجيروها، بيقولوا لك انه هذا راي فاتيكاني. مش مزبوط راي فاتيكاني، الفاتيكان مش هذا رايه ولا تبنى هذا الموضوع. انا عم برجع بقول لك، اذا فيني انا امن حاله الاستقرار التي تقودني الى الحياه مش غلط، لانه لبنان مجموعه طوائف ومجموعه اثنيات، خير له انه يكون على حياد وبتوافق مع كل العالم، بيزدهر وبيتطور مثل سويسرا واحسن بيصير، لانه اصغر منها وعنده طاقات بشريه اقوى وعنده جغرافيا احسن. يعني لبناني طاقه، اذا كان هاللبناني محايد، انما بدك تامني ظروف الحياه، ولتأمن ظروف الحياة. طيب كمان وقتها إصرار بعض الأطراف اللبنانية الذهاب مع صندوق النقد بالموضوع الاقتصادي أستاذ أنطوان، بتخلينا نسأل نحن صندوق النقد من هو في العالم؟ ماذا يريد من لبنان؟ ما الشروط المفروضة على لبنان؟ خلينا نسأل يعني، ولبنان عم يغطس شوي بعد شوي يعني بكل تفاصيل، يعني ما فينا نعمل دراسة لإعادة مرفق بيروت إلا إذا بيرضى علينا صندوق النقد، وإذا بيع أعطينا بدل الدراسة، وبدو نقي هو الشركة، وبدو يشوف لنا الرؤية. طيب كمان في أشياء عم نسأل فيها، يعني هل هي قناعة لبنانية بالمية أو هي تقاطع بين ما يريده الخارج لإلنا والواقع اللبناني؟ ليكي أنا موضوع صندوق النقد الدولي درسه شوي بتفاصيله، وهلا عندي كتاب صادر بده يصدر خلال اسبوعين، عنوانه نهاية لبنان الكبير 100 سنة من الصدمات ورأسمالية الكوارث. نهاية لبنان الكبير، هذا عنوان الكتاب. انتهى لبنان، بس منطلق ايه؟ لبنان الكبير انتهى لأنه نحن ما كنا راجدين نخليه يتنفس، او لانه خلص الدور والوظيفه اللي كانت بآخر الكتاب حاطط فصل او مقطع كامل، حاطط 18 سبب انهوا لبنان الكبير. طبعا هلا بهالحلقه مش رح احكي عنه، خلينا نقراه ونرجع نعمل قراءه له. 18 سبب من سنه 1920 لليوم 2020 18، يعني نحن اساسا الثوره قامت، او ما يسمى بالثوره 17 تشرين او ثوره كانت قامت لضرب، يعني اول دماغ هدله فيها هي الاحتفاليه بقيام لبنان الكبير، انه زعزعت هذا الكيان خلص، ما بقى في شيء اسمه لبنان الكبير. كان في استعدادات كبيره لاحياء الذكرى، بتذكر كان عم يتحضر. انا كلفت اني اعمل مسلسل تلفزيوني عن البطرك الحويك وهمروج كبيره، اجت الاحداث قالت لنا انسوه، هذا انتوا جايين تحتفلوا فيه مات، ما بقى يعني قولوا بدنا نعمل له شبح الموريو، بدنا نعمل له جنيز بخور ونشيل بخور عن نفسه، ما في منه، ما بقى في شيء اسمه لبنان الكبير. لبنان الكبير راح، اكيد الشعب باقي والجغرافيا باقي. وشو البديل؟ البديل عم نبرو، ما عم بديل. البديل من احدى البدائل يلي عم بيطرحها البطرك انه خليكم في حياة. ما هو هذا الحياة؟ احكينا شوي فيه، هلا نحكي فيه كثير اذا طبعًا بدك. طبعا البديل لبنان الكبير من وجد؟ حاليا لما اجى لبنان الكبير هو كان فلتت شوط، بالاحرى كان نتيجة تفاهم فرنسي انجليزي للتخلص من الدولة العثمانية. تفاهموا الانجليز والفرنسوية تيشيلوا العثمانية من لبنان، قالوا لهم نقسمه، سميت بمعاهدة سايكس بيكو. هي كانت معاهدة مثلثة، كانت سايكس بيكو زخاروف كان وزير خارجية روسية، وكان
وهذا بلبنان الكبير ترى علامات استفهام، كان أكثر واحد حيستفيد من هذه العملية هو الروسي، لأن الروسي كان أعطي اسطنبول وأعطي الحق على المضائق والوصول إلى المياه الدافئة، وهذا حلم كان كل عمرهم القياصرة أنه يخدم البوسفور والدردنال. هاو دعتون إياهم بالحكي بالطبع؟ لا، كانوا عاطينهم إياهم بالاتفاق، مثل ما فرنسا أخذت لبنان وسوريا، والإنجليز أخذوا العراق ومصر والدنيا، كانوا الروس رح ياخذوا المضائق وكل بر الأناضول وصولا لعندهم بلغاريا، وكل هاي المنطقة كانت بتكون بإيدين الروس. فجأة انسحبت روسيا من الاتفاق وصارت الثورة البولشفية. نعم. وهون علامة استفهام، كل قوات هذا موجود بالنسبة. موجود طيب. كل قوات الثورة البولشفية يهود. طيب. رح نرجع نقرا، بس لأنه اللي عم تقوله كتير مهم، وكأنه عم تقول اليوم وجود روسيا بسوريا ما رح يكرر تجربة ساسبيكو. وجود روسيا بسوريا هو وجود دائم واستراتيجي، وسوف يحكم منطقة البحر الأبيض المتوسط بالمدى المنظور. ما في إمبراطورية اجت على البحر الأبيض المتوسط وظلت تحت 100 سنة بأقل شيء. نعم. بأقل شيء. رح خلي نهاية لبنان الكبير نعمل حلقة خاصة، لازم له حلقة خاصة. بس خليني أحكي شوي عن قري كتابك عن الشرخ. نعم. منذ مرمرمون حتى الفرق 2016. نعم. طيب، بس السؤال بيطرح حاله اليوم، انه منا عنوان للحلقه دور المسيحي في السياسه اللبنانيه. نعم. رح فصل اكثر. يؤخذ على الموارنه انه هن بيلعبوا الدور وبسموا حالهم مسيحيين، يعني ما بنسمع الدور الماروني في السياسه باستثناء المارونيه السياسيه اللي امتدت لمرحله ما. لكن حتى بتشوف ما عليه، رح سمي الاشياء مثل ما هي وما رح البس كفوف. اذا بتشوف عند رؤساء الطوائف المسيحيه الثانيه عندهم استياء، يعني وقت يحكي البطرك بيحكي باسم المسيحيين، البطرك الماروني، بس بدون ما يتشاور مع المسيحيين. يا خي شو رايكم برئيس الجمهوريه؟ شو رايكم بالقانون الانتخابي؟ شو رايكم كذا؟ لا. فاذا هل اختزل الموارنه دور المسيحيين وكانوا هن البديل، او فينا نميز اليوم الدور الماروني في السياسه والدور المسيحي في السياسه؟ معليش سؤال حساس بس لازم نطرحه. يعني هو حساس بقدر ما هو متشعب. نعم. يعني الجواب عليه بكلمتين صعب. تفضل. الموارنه لما تاسس لبنان الكبير سنة 1920 أخذوا على كتافهم تأسيس هذه الدولة بشكلها الحاضر. يعني لما رحنا على مؤتمر فيرساي 1919 ما كان الرأي اللبناني موحد، نحن كنا بنظام المتصرفية، كان في متصرفيتين، وكان بيروت مدينة واحدة عندها حالة خاصة. نحن بدنا نفهم وما نتخبى وراء صبيعنا ونتخبى ونحكي مثل ما هي. السني في لبنان سنة 1919-1918 ما كان بده لبنان الكبير، كان ضده 100%، كان بده الملك فيصل، كان بده الأمير فيصل، وبده الوحدة مع سوريا. ولولا ما الفرنسي راح احتل دمشق بالقوة وصارت معركة ميسلون، علما انه جرب يستسلم للفرنسوية قبل المعركة، ودوا له خبر لجنرال جورو انه خلص نحن شروطك مأمنينا، كان مشي. قالوا له طيب ما زالك قابلين، ضربهم، لأنه اعتبر بسياسته هذه موجودة بملفات وزارة الخارجية الفرنسية، انه بده يلقنهم درس انه نحن كفرنسوية مش عم نمزح، هذا القرار يلي نحن بدنا ناخده. فإذا السنة بالأكثرية الساحقة ما كان بدهم لبنان، ما بده يتخلوا عن إمارة طرابلس. لا هي مش قضية، كان عندهم شعور إحساس إنه هذه الدولة هي دولة إسلامية، هي الخلافة، لبنان جبل لبنان جزء من الدولة الإسلامية الكبرى، إيه؟ ونحن بدنا نحافظ، بدنا إياها، بدنا الملك فيصل، الأمير فيصل يكون هو ملك على سوريا الموحدة ولبنان جزء منها. ممكن نقبل فيه، مش ممكن ما نقبل فيه كمان، حتى يعني يكون عنده الشأن الذاتي. وهذا هاي في مراسلات، لأنه الفرنسيين كذبوا على الكل، مثل ما كليمونسو عطى وعد مكتوب لفيصل، وعد البطرك. هلا البطرك هون اجت
ظروف سياسية معينة خلت انه يعطي ياخذوا الموارنة هذا الوطن الكيان يلي انضم عليه بقية الناس. هلا هون في صراع كتير كبير عليه هذا الكلام، لانه كل واحد بشوفه من وجهة نظر. نو اجا هو كان في ناس عم بيقولوا له البطرك رح ويك للطالب بلبنان الكبير، طالب بلبنان الصغير، بلا طرابلس وبلا بيروت وبلا صيدا، وانت بقى عم بتحمل حالك 50,000 مسلم سني بطرابلس وبيروت، عم تحطهم هودي بعد 50 سنه بدهم يصيروا اكثريه وانت رح تصير اقليه. لا ارجع عم حيد عن السؤال، بدي ارجع له بالضبط. الروم الارثوذكس طلبوا من بطرك الروم الارثوذكس حداد جلوريوس حداد بدمشق، قال لهم انا مسيحي سوري وسوريا هي بلدي وما بتخلى عن انتمائي للوطن السوري شو ما كان يكون، وما بؤمن بالاوطان القوميه الصغيره. رفض انه يكون وادي النصارى او جزء. بعد بقول البطرك حوي، لا 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 هذا كلام موسع. لا لا يقول انه وادي النصارى بتعمل معادله جديده، وبالتالي ما انطرحت ابدا ابدا. سئل البطرك الحداد عن هذا الموضوع وكان هو رجل وطني ومعروف شو كان عامل بقلب سوريا من مساعدات مشهور. نعم. مشهور. جاوب هذا الكلام اللي قلت لك اياه ما في لزوم كرره، قال له سوريا وطني. بطرك حيك ما عمل معه اي اتصال وما جربوا ابدا يقولوا له تعالوا نعمل وحده من هالمو. اصلا الفرنسي ما كان بده، لانه الفرنسي رسم حدود لبنان الكبير من نهر الكبير الجنوبي وبالجاي، يعني اما وادي النصارى فتقع شمال النهر مش جنوب النهر. يعني ما كانت اساسا بالتخطيط، وهذا التخطيط انعمل سنه 1860 لما عملوا المتصرفيه. يعني عملوا جنرال دو توبول. جنرال دو توبول هو يلي اجى بعد المجازر تبع 1860 ونزل هون بالبلاس دي كانون، من هون سموه بلاس دي كانون يعني اسمه ساحه البرج، وكان معه 11,000 عسكري. اجى تيبقى برضه ما قعدوا او حوالي 3 شهور، ضبوا عسكرهم وفلوا. دونك لبنان الكبير لا الارثوذكسي كان ماشي فيه ولا السني كان ماشي فيه. الدرزي لما جمعوا المتصرفيتين عرف حاله انه بالجبل بضل محافظ على كيانيه خاصه لإله، حافظ على كيانيته. دونك صار الشيعة. الشيعة كانوا للأسف الشديد بهذيك الفترة الوجود الشيعي كان وجود ديموغرافي، ما كان وجود سياسي، ما كان عندهم دور بالسياسي. كانت السياسي يعني بقى أرض الخيرات كانوا عم يعني بتخزي. هلا بدي أقول الجملة كي بدي أعمل الكومباريزون بدهم يزعلوا مني. عم بقول لك هن كانوا عمال وعندهم عم يشتغلوا بالزراعة وموجودين بحالة فقر كتير كتير كبير، ما كان عندهم أي دور بالسياسي. سنة 1920 ما كان لهم دور، كانت العملية عم بتتم بين الموارنة والسنة والدروز على السكات. الدروز كانوا كمان ضد لبنان الكبير وضد الثورة الفرنسية، والسلطان باشا الأطرش عمل انتفاضة على الفرنسيين وقتلة، وهي شغلة طويلة عريضة يعني إذا بدي فوت فيها للتاريخ تخرج عن نطاقنا. لنرجع للسؤال الأساسي، هل الماروني يختصر المسيحيين في لبنان؟ كلا. هلا حتى الماروني، ما هي المارونيه اليوم السؤال؟ ما هي المارونيه اليوم؟ ما هي المارونيه السياسيه؟ من يمثل المارونيه السياسيه في لبنان؟ هل هناك مارونيه سياسيه واحده؟ كم في مارونيه سياسيه؟ الذي يمثل التيار الوطني الحر بالتحالف مع الشيعه حالي، واللي يمثله القوات اللبنانيه بالتحالف مع السعوديه حالي اخرى. مع السعوديه مش مع السنه؟ لا مع السعوديه مش مع السنه. أوكي. ليش اهل السنه هلا عم يعترفوا بالقوات اللبنانيه؟ لا لا عم بسال، عم بستفسر. لا 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 لا, 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 لا التحالف هون واضح، التحالف واضح، تيار وطني حر متحالف مع باتفاقيه 6 شباط مع الشيعه مع حزب الله بالذات مع السيد حسن نصر الله. من ثاني مال القوات اللبنانيه متحالفه مع الخط السعودي النقيض. دونك صار في عندنا هون ديجا خطين مارونيين، بضلوا مارونة الوسط، يعني الوسط بين اثنين، ناس هيك ناس هيك.
بعدين عندك موارن اليسار، موارنة اليسار من حزب القومي أو حزب الشيوعي أو حزب في أحزاب كتير كمان هيدي مارونية. أساس القدرة المارونية اللي اختصرت الوضع السياسي اللبناني هي انتماء الماروني وعلاقته مع الفاتيكان وعلاقته مع أوروبا بالبداية بالقرن العشرين. بينما بقية الطوائف ما كان عندها هالعلاقة السياسية مع الغرب. صار الماروني بفضل وبحكم علاقته، يعني كاميل شمعون الرئيس كاميل شمعون الله يرحمه كان سفير بإنجلترا وكان علاقته ممتازة مع الإنجليز، بعدين فتح خط مع الأمريكان وصار هو بي 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 لما صار حلف بغداد وقف هو وجاب الأمريكان. يعني كان الماروني الرئيس الماروني او راس السلطه السياسيه الماروني ماده خيوط اساسيه كان النظام، كان النظام بوقتها كمان بيسمح له، اكيد النظام كان بيسمح له لان بعد الطائف لو كان في ماروني قوي وبده يعمل هذا الامتداد والعلاقات بتعرف تعطلت الادوات 100%. هلا بنرجع للطائف، بس نحن كنا عم نحكي اسالتيني عن دور المسيحي السياسي. ما بقى في انه الماروني يقول انا امثل المسيحيين، اساسا اي ماروني اللي بده يمثل المسيحيين؟ البطرك الماروني يدعو الى الحياد، هو فريق لوات بدها تتعامل مع الخط الامريكاني وهي راس الحرب للتحرير من الخط الايراني. تيار هو بيقول انا بعتبر خلاص لبنان بالعلاقه مع حزب الله بالعلاقه مع المقاومه واحتضان المقاومه، واذا ما عملت هيك انا رايي على الحرب الداخلية. منيح بين هالثلاث خطوط بقية الناس الغير منتمين لأحزاب تتوزع. لا طبعا حزب الكتائب والثورة والهودة كلهم مع الخط الأمريكاني إلى العظم، يعني إنه بيتوجهوا بالخط الأمريكاني مفروزين. والمرضي بمحل تاني مشان ما يكون صحيح. المرضي مثل التيار الوطني الحر ماشيين بالخط المقاومة معروفة، يعني مشان ما ينفع. في شرزمة مش شرخ، كان في شرخ في شرزمه على صعيد الماروني. ما في توحيد بالرؤيه السياسيه، هيدي مشكله كثير كبيره، مشكله كثير تاريخيه. التاريخيه ما كانت بهالعمق، ما كانت بهالتوسع، ما كان الانقسام بهالتوسع. كان طرفين مش عشان طرفين احيانا كثير حزبين بالساحه، بس هلا مجموعه عائلات انتماءات عائليه تتوحد على موقف او قادر البطرك يوحدها. هذا الشيء انكسرت شوكة البطرك انا برأيي لما صار في اجتماع ببكركي سنة ال 75 سنة ال 77 78 قبل مجزرة اهدين، وصار في تصادم بين بشير جميل وتوني فرنجية، وعلى اثرها صار في مجزرة. حاول البطرك خريش انه يلملم الامور ويرطب الاجواء انما ما قدر، لما ما قدر عمل هالحالة الجمعة التوافقية وقع الشرخ الأكبر انه صار في المجزرة بإهدين وانقسم الشمال عن بقية جبل لبنان. عن جبل لبنان. هذا الشيء بيذكرنا انه سبق وانقسم، سبق وانقسم سنة 1452 وانشأ البطريرك لوقا البنهراني، موجود بكتاب الشرخ، موجود بكتاب الشرخ شارحة يعني هيدي. فهون ردا انه المرضى بهالحالة هيدي نوجد جزء كبير من الطائفة المارونية جغرافيا وبشريا، مش قد هوليك بشريا انما جغرافيا. لما نجي بنحكي نحن من المدفون لعكار او من جبل لبنان لبعبدة بتلاقي الرقعة الجغرافية الباسط عليها الفريق الاخر اكبر من الرقعة الجغرافية يلي مع الخط الامريكي، يعني الخط المناهض. فمن هون هلا اليوم ما بس ليش بالخطاب السياسي والخطاب الديني بينحكى عن المسيحيين وبيحكوا مثلا المارونيه السياسيه، هلا عم بحكي حاليا ارثوذكسيه ما عندهم رؤيه، كمان بنرجع للموضوع الكاثوليك ما بيملكوا رؤيه انه تترك عن جد علامات استفهام القصص. يا ست هلا بدنا نطلع نحن من دوامه الطوائف الى حقيقة الوطن. نحن اليوم كل شيء عم نعمل هالشرزمات الطائفية شو بتأدي نفع للبنان؟ شو بتأدي نفع بخلاص لبنان؟
وين بدها تأدي دورة بإنقاذ لبنان؟ اليوم هي الهمروجة هلأ صايرة على الانتخابات، 5000 صوت بيصرخ، كل واحد بيصرخ ببرية بدهم يعملوا تغيير. تغيير شو؟ أي تغيير بده يصير؟ شو هو التغيير اللي بدهم يغيروه؟ ما هو الذي يتغير؟ إذا التدقيق جنائي من سنتين ونص لليوم مش قادرين نقنع حاكم مصرف لبنان يقدم وثيقة لمدعي عام، إذا بتجي مدعي عام مرة بكل النزاهة وبكل الشفافية، هيدي يعني لا عندها مصلحة ولا عندها سيارة ولا معها مصريات، ولكن عند الكوافير ما بتروح. لازم يكون الشعب اللبناني يمشي وراها بالنزاهة وبالنظافة. عندها تهمة، لأنه ما عندها تهمة، عندها اسم بس اسمها هيك، اسمها غادة عوض، بس هي عم بتدافع عن الشعب اللبناني. وإذا الشعب اللبناني يتضامن مع القاتل بيهاجم الحكيم اللي عم بيصلحه عم بيصححه. الحكيم هو المجرم، القاتل هو إله، هو مقدس. انتبهي، مع كل الجرائم المالية، يعني هذا الرجل يلي محتل المالية اللبنانية بمصرف لبنان، محتل. لحظة أستاذ أنطوان، هو اليوم موظف، منه موظف ولا شيء، هو الاحتلال. بيحكيكوا بالاحتلال الإيراني، هذا الاحتلال المالي لصندوق النقد الدولي والمنظومة المالية الدولية، هي معينة رياض سلامي بهالمحل. ما حدا بالعالم بيقدر يشيله. محتل مالية لبنان، محتل ذهب لبنان، محتل النقد بلبنان، بيسيطر على المصارف بلبنان، بيعطي قرار وتعميمات، بيطلع البدوية، بيطلع الدولار وبينزل الدولار، بيشلحك مصرياتك، بيجمد لك حساباتك. يوم امبارح اللي عمله باخر الشهر، هيدي سرقه موصوفه ابسط اللصوص. ما بيعملوها بالرواتب، بالرواتب، انه كيف بده يسرق من راتب العسكري والدركي والموظف البلديه، وهذا العالم البسيط بيسرق منه 5%؟ اي اخلاق هاي؟ اي اخلاق؟ اليوم انا هيدا الزلمه، نحن الناس ما عم تنتبه انه بغض النظر هو مرتكب ام غير مرتكب، يروح على المحكمه بنشوف اذا مرتكب. ايه، ما عم نصدر احكام قبل ما فوت على المرتكب وغير مرتكب. التعميمات وهذا ال 161 اليوم قديش اضر بالشعب اللبناني؟ طبعا منيح؟ طبعا. طب انا استفاد المصارف اليوم. أوكي. حتى تاني شغله، اليوم كانت الناس هربت مصرياتها واشتريت دولار، صار الدولار يطلع، بتروحي انت بتصرفي ال 100 دولار، بتروحي على السوبر ماركت، كان وصل ل 300 33، تصرف في 100 دولار بيعطيك 3 ملايين. كانت الغرض بالسوبر ماركت مثلا حقه 10,000، مسعرينه بال 10,000 على اساس 30، نزل لل 20، بعده على ال 10,000، ما تغير. يعني الشعب اللي كان معه دولار خسير، واللي ما معه دولار خسير، سكين عم بتقص روس الشعب اللبناني وبتمص له دمه بكل الاتجاهات، ولا يوجد من يحاسب. حدا ببرر لك استاذ انطوان، بقول لك انه التعميم هيدا مش ينزل الدولار، هو جرب عدة تعميم وصل لاخيرا، هو يعني غطي مصاري، هو يعني غطي، يعني غطي خسائر المصاري، عم بطفي، عم بهو يعني يقول ديني انا كان علي 64 مليار، هلا بفاخر انه انا علي 40. بس هذا كله وهم وكذب، هذا كله وهم وكذب. الفاهمين بالسياسه اللبنانيه بالاقتصاد بيقول لك لبنان بلد منه مكسور، بلد منهوب، بلد اليوم البور، انت البور واحد قديش فيك تبيعه اليوم؟ البلد اذا انت اليوم بدك 10 مليار دولار، الغاز وحده ممكن يطلع لك بالسنه مليار دولار، ب 10 سنين بتسكر ديونك، منك بحاجه لصندوق النقد الدولي. ايه، منك بحاجه لصندوق النقد الدولي. مسموح نكون هالقد احرار باقتصادنا؟ مسموح هالقد ناخد قرارات باقتصادنا؟ نحن اليوم كمان الله يوجه له الخير البطرك الراعي عم يحكي انه لازم يكون اقتصادنا ليبرالي، يعني كمان وشو هو اقتصادنا؟ ما جربنا الليبرالية بالاقتصاد. نحن هلا اذا بالكتابي انا اللي حكي فيه، حكي عن الليبرالية المتوحشة. نحن مش ليبرالية، نحن ذروة الليبرالية، نحن اسمها الليبرالية المتوحش، سافج ليبراليزم. هول بيسموه شيكاغو بويز، صبية شيكاغو، صاروا من القرن بأواخر القرن التاسع عشر بقلب مجموعة مصارف وفئات مالية، يرفضون رفضا قاطعا التدخل
تدخل الدولي بشؤون الاقتصاد، بدهم الاقتصاد حر مش اغنياء والريع المدوية. اليوم اغنياء العالم 10 اغنياء العالم اليوم مش هن حاكمين العالم يا اي 10 اقل بكثير. اليوم اليوم بدي اعطيك اكزامبل بفلسفه الصدمه، بفلسفه الصدمه بتحكي نعومي كلين، هي اللي انا حكي عنها بالكتاب، هي تيوري دي شوك، بتحكي عن الكوارث، كيف تستثمر الليبرالية المتوحشة في الكوارث، تستثمر او تفتعل الكارثة فتستثمر، تستثمر احيانا الكارثة يمكن ان تقع، يمكن ان تقع بشكل طبيعي، يمكن ان تفتعل الكارثة، يمكن ان تحصل الكارثة، نيح؟ بس بمجرد ما تحصل الكارثة الليبرالية المتوحشة جاهزة للاستثمار. بتعطي اكزامبل انه ما تصارت الفيضانات بالميسيسيبي، جرفت الاكواخ، بيوقف فريدمان هذا زعيم من اليوم بيقول لهم ما لم تستطع الدولة ان تفعله فعله الله، وهلا حلينا مشاكل الاكواخ، بلشوا يعمروا. امبارح نحن هون بالبور وقعت الكارثة، هاي الصدمة فيلوزوفي دي شوك، مثل الدياب الكاسرة كانوا اسها جتت على الارض، كانوا الفرنساوي والتركي وواجيين يشوفوا كيف بدهم يستثمروا بالمرفأ على دمنا على دمنا. بلشت الشركات مع مصاري تنزل على مريخ مخاين تعمل عروضات للناس اللي بيوتها مدمرة تشتري. يعني بلش هاي هون استثمار الليبرية المتوحشة بالكوارث. أكتر كارثة تم استثمار فيها هي مرفأ بيروت. بعد ما خلص أعوذ بالله، بعد ما خلص الاستثمار جاي الاستثمار السياسي والانتخابي، مستثمرين بكل شيء. فنحن الشعب اللبناني عملونا تدجين، كمان من جملة الأشياء هي تدجين الشعوب، دجن الشعب اللبناني، هي دجن بيقول المتنبي وصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصالي، يعني تعود خلص أكلناها القتلة، شو ما بتضرب، ضربتني أول كف وجعتني، الخامس ما بقى نحس، من الخمسة للمية وبطالع ما بقى نحس. الشعب اللبناني هيك للأسف الشديد. نعم. الشعب اللبناني مدجن. أستاذ أنطوان رحت لمحلات كتير كبيرة، بس كنت عم فوتني لموضوع كونك حكيت عن القاضي غدعون. ايه. في استياء من البترك اللي صار على المنصات الإلكترونية، أنا رفضته. في شخص احترام شخص البترك، في احترام كلمة الكبير، بس كمان البترك ربما بمحل أساء التعبير، ما بعرف إذا وصلت فكرته غلط، وتقال إنه ليش ما في فاسد غير واحد يتحكم، مصدريات سلام فيتحكم كل الفاسدين، وأشار للقاضي عون بأنه منتمي إلى سلطة معينة. هذا الخطاب من البترك كان بيستحق يلي صار على المنصات الإلكترونية؟ أنا للأسف ما بتابع منصات إلكترونية، لأني بعتبر عندي نظرية من زمان اخترعتها، فكرت فيها مش اخترعتها، كنت أقول لهم أنه بيجتمعوا نسوان اثنين على الفرن كانوا يخربوا الضيعة، هلا بيجتمعوا على الفيسبوك بيخربوا البلد، هلا اذا اجتمعوا 50 بيخربوا المنطقه كلها. مش بس النسوان، في اكثر من نسوان على المنصات. جمله النسوان بالاساس بالمثل، يعني انه النسوان ورجال واولاد واطفال وزباب الكتروني وجيش الكتروني. بعدين ما تنتبهي، هذا هون التنصيب، يعني اليوم بيجي واحد احدى السيدات بيكتبوا لها مقال بيجيها فورا، بينزل من على بكره بتفتح الساعه 6 و5 بيكون معها 1200 لايك. يعني مين اي ساعه بين الستة والساعه مين اللي حيقرا؟ مين يعني سنين نايمين بعدهم النايم. فهيدا في سيستم، بدك هلا انا مشي هذا طيب بيطلعوا لك قد ما بدك تاخذي معجبين من هون. انا هذا النظام الالكتروني، هذا نظام كذب، يعني اذا قادرين يخترقوا الاجهزه الالكترونيه تيعطلوا من شي 6 شهور صار مشكل بامريكا الاول ما الاخر، مش بالفيسبوك، مش مشكل على البترول، بيمشوا بالسيستم، بطلت الشركات يوصل انه هي ناقص عندها حدا، فات هكر بامريكا وعطل كل شيء اسمه بمنطقه احتياط وقتها. مش انت هون بامريكا شركات النفط
الكترونيا بيعرفوا انه هالمحطه صار لازمنا اليوم سلمها مخزون مخزون، فعطلوا كل السيستم، صار مبين مثل ما تقولي هلا انت ماشي بالسياره مبين معك فول وهي فاضيه، بتروحي على الطريق بتنقطع على الاوتوستراد لانه معطل الشارج تبع السياره، قدروا فاتوا على النظام وعطلوا. هي يعني هذا مخروق النظام، يعني كل واحد عنده قدرة تكنولوجية معينة قادر يلعب يحط المساج اللي بده إياه ويوزعه، بدل ما يروح على 1000 يروح على 10000 أو 100000 أو مليون، يعني ما بيعبر فعليا عن واقع المتابعة واقع الشعب. يعني إذا بيقول لك 10000 مش بالضروري يكون في 10000 إنسان موافقين على هالرأي، ممكن يكون في 1000 ممكن يكون 500، بس هول 10000 بالتأكيد كذب، هول لأنه وهم أو لأنه الناس قاعدين ببيوتها ومرتاحة بتعطي رأيها بارتياح أكثر. مش هون بس، في تزعبر بالموضوع، يعني قادر يكبس على الزر الألف يصير 10000 يزيد عليها صفر. يعني هالحملة هيدي، هالحملات الإلكترونية قادرة تتشعب بشكل إنه واحد قاعد بنيويورك أو واحد قاعد ببرلين أو واحد قاعد باسطنبول عم بيلعب بمصير الناس، يودي مساج معين ويوزعه. هلا إذا كانت الحملة استهدفت سيدنا البطرك، هذا لا يبرر إنه سيدنا البطرك شو بده يفوت بهالمتاهة. أنا برأيي يعني إنه اليوم إنه تعرض رياض سلامة ما بدي استعمل كحملة، مش مزبوط كلمة حملة، لمساءلة تنسميها مساءلة. رياض سلامة فعلها دعاوي، هاي هو بقول مش دعاوي، هيدي مساءلة. في مجموعة محامين راحت لعند القاضي غادة عون تشكت عليه بتهمة تبييض أموال. عم بحكي برا أنا لأنه هو بقول، خليني أقول لك شو بدي أقول، هو شو بيقول، أنا بدي أحكي عن غادة عون. خلينا بهدوء، هيدي قاضية مدعية عم شبل لبنان، راحوا مجموعة محامين تشكوا قدامها، رفعوا دعوة قدامها بملاحق هذا الرجل، مثل ما أنا هلا اليوم إذا حدا راح تشك علي إني أنا أسأل وبيوصي ورا مني المغفرة، بروح أو ما بروح؟ مفروض تروح. إذا ما رحت بيستدعوك، إذا ما رحت ما بيستدعوني، إذا ما رحت ما بيطلعوا بحقي مذكرة جلب، مزبوط. ها؟ وإذا ما رحت على المحكمة ما بيسرقوني حكم غيابي، مزبوط. أنا بحكيك على صعيد المواطن، غادة عون عم بتنفذ القانون، مش شو اسمه الحاكم رياض سلامة، الحاكم رياض سلامة عليه دعاوي جزائية بسويسرا وفرنسا الجزائرية أحد المحامين على هيدي بعد لا 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 ما يضلوا الرأي العام في ورا منه تحقيقات قصة ما تحولت لدعاوي، متشكين عليه بتهم فرود احتيال، الاحتيال هي جزاء وتهريب أموال واختلاس 350 مليون يورو بعدها تهم، انتبهي انا عم بحكي تهم هسه ما عم بقول طول ما هو متهم، انه متهم بفرنسا وبسويسرا وبالمانيا وباللوكسمبور، هو اربع دول اوروبيه هذا الرجل على فيهم دعاوى. طيب. على سيره القاضي عون، بس لانه قيل انه بس محطته على رياض سلامي حاكم مصر في لبنان، بترد هي بتغريدة، بس ما فك صار لك تشوف التغريدة ما بتتابع، ممكن تكون شفتها غير محل ما بفوت على الفيسبوك. فقط لأخذ العلم، هذه جردة بملفات الفساد التي فتحت منذ 5 سنوات بالنيابة العامة بجبل لبنان، ملف الفساد بقوى الأمن، ملف الجمارك، ملف الكازينو، ملف النافعة، ملف الفيول المغشوش، ملف مكتف وبنك سي جي بي ال، ملف الدولار المدعوم، ملف كسر وديعة لصالح أحد البنوك والمدعى عليهم من كل الطوائف. مظبوط، شفتها هيدي. نعم شفتها أنا. لما هي إحدى هالأشياء المدعي فيها ويلي قاموا عليها وبلشوا يضحكوا على شعرها ويحطوا لها فيس وكذا ويحكوا كلام بذيء، كلهم كان بوقت الحملة الكبرى على الأموال المهربة إلى الخارج. قامت هي شنت حملة على بيت مكتف، بيت مكتف يا عمي هني بيطلعوا الشركة الوحيدة بتنقل أموال إلى الخارج هني بيت مكتف. طب إذا أنا بعرف إنه هالترانسبورتر وفي بس بيروح على طرابلس آخد فيه، بيقولوا في إرهابيين راحوا بالباص، ما في غير هالباص بيطلع من الدورة بيصل على طرابلس لونه أصفر،
إذا جيت أنا بدي لحق صاحب الباص تأسأله مين طلع معك مبارح أو دي طلعت ومين طلعت إذا أنا وغيرك. في سرية. إيه لا. ما في شيء اسمه سرية هون. في في ملي في في سبعة مليار دولار. سبعة مليار دولار طلعت من مصارف لبنان انسحبت بالسر وأخذوها بيت مكتف كاش طلعوها برات لبنان بالوقت اللي كان المواطن اللبناني يلي بده يشتري دواء لابنه عم بيروح على البنك يقول له اعطيني 200 دولار يزله مثل الكلب بده يشتري دواء لابنه والمرأة يلي ابنها قاعد بفرنسا بده يدفع أجار الغرفة وبده يدفع مصروفه الشهري وبده يدفع أجار قصة الجامعة كانت تعمل عملت المستحيل تاخذ 1000 دولار تتوديها لابنها ما كانت تقدر تاخذها وإجوا كم سياسي كم سياسي بليلة ما فيها ضوء قمر سحبوا 7 مليار دولار وعطيوهم لبيت مكتف طلعوهم طلعوهم بيت مكتف على فرنسا او على سويسرا او ما بنعمل كذا اليوم مدعي عام جبل لبنان ما إلى حق تسأل ابن مكتف وين خدتهم لم يخدتوا مصريات لما راحت بدها تفوت على الشركة تتعمل كنترول على على الكمبيوتر تبعها قامت القيامة منعوها وما شيء يعني لأنه كانت موقفة ومكفوف يدها عن القضية مين وقف لها يدها؟ ليش وقف لها يدها؟ ومكفوف يدها من القضية هي خالفت القانون هني اللي لأنه اليوم أنت اليوم إذا عندك مي هون بالنبع بقول لك بدك تعطيني مي ما بتعطيني بروح بقطعها من الخزان في اثنين ما بدي أسميهم أنا مدعيين عمين إذا أنا اليوم عم بمشي بشغلي مزبوطة وفوق مني في واحد بيقول له سكر بيقطع عني الحنفية هيك بيروحوا لعند المدعي القاضي اللي اعلى منا بيوقفوها بيوقفوا لها يدها شو عم بيعملوا يعني هن بالتكفيك كفه يدها عم بيحاربوا كل الشعب اللبناني للاسف الشديد لا بس كمان الواحد وقت ما يتعاون مع القضاء بيضل في علامات استفهام عند الناس عند الناس انه هل هو ملفاته سليمه فهو محتاج لانه كرامته بسالك سؤال خليني انا معلش اسالك سؤال شو هو الهدف غدا عون ان تروح تحقق بملفات بيت مكتف شو هي شخصيا يعني سيارتها مكسره سياره ما عندها ما هي انه هي عندها هي رجعت للقضاء رساله قالت لهم انا عم دافع عن الشعب اللبناني شو عمين عم تدافع لكن غير عن الشعب اللبناني هيدي انا بنظري انا هالقاضي النزيهه الشريفه منيح هيدي لازم نعمل لها تمثال قبل منا في قضاة كتير غيرها أنا في قاضي هلا ما بدي سميها حكمت ضد سوليدان مثل غادة عون ما حدا ضج بالموضوع أخذت قرار بحكم سوليدان راحوا حفوا داره شلحوا هالملف وضموا وحطوا غير قاضي لأنه هي قالت لهم ما لكم حق تجددوا العقد تبع سوليدان نيه القاضي ريتا كرم رح سميها مش مشكلة ما هيك أخذت قرار قفوا لها ايدها تاني يوم ما مشكلتك الناس ما بتشوف طب بنحكي عن استقلالية القضاء ما في شيء اسمه عن اصلاح القضاء يا استاذ انطوان وين بدنا نصلحه القضاء انه قاضي دولة كلها منهارة دولة مهترية ما فيها اصلاح ولا شيء اليوم كل قاضي بيوصل لبيت لبيت القصيد وبيحط اصبعه على الجرح بيقصوا له اصبعه او بيقصوا له ايده او بيقتلوه او بيشيلوه نهائيا ما بدهم حدا يقرب على الملفات البلد منهار كليا البلد منهار كليا وممنوع تعمل تحية مع اللي عمل له انهيار عمل هندسة مالية عمل هندسة مالية صار له 15 سنة و20 سنة من سنة 2016 عمل هندسة مالية انهيار لبنان بلش من 2016 بالورا الهندسة المالية اللي عملها هو بس كلهم قبلوا فيها مرغمين قبلوا فيها مين قبل فيها مين كان قادر يناقشوا روحوا شوفوا شو بيحكوا بالمحضرات بيجي على اجتماع كان البنك المركزي بحاطط جدا الاعمال اذا حدا بده يعترض بيطشوا اليوم بضل ماشي حاكم بامره بياخذ قرار بده اياه لوي 14 بحياتهم بعز دين مجده لهو ولا نابليون كان عنده سلطه مثل ما عنده هذا الرجل يا جماعة عنده سلطة فوق سلطة أي طاقة هو ضحية وكبش محلة طبعا ضحية السياسيين يلي كل يوم بيطلبوا منه بدهم سلفات من البنك المركزي بدهم ديون من البنك المركزي بتعرفي خبرية إدمون عيم الله يرحمه يلي كان بعرف. المركزي خبرها بس مش المستمعين وقتك اجوا بدهم يلقطوه إدمون عيم كان رئيس الهيئه كان حاكم مصرف لبنان قام عمل صفقه مع السوريين ليعمل باسبورات جديد ودى المبلغ على مصرف لبنان لقى حاكم مصرف لبنان كتير كبير
قال له انا ما بدفع هالمبلغ، هذا المبلغ كذب، بدك تعمل مناقصه باشراف لجنه المناقصه وكذا وكذا، تعمل ما بتعمل. قال له ما بدفع لكم المصريات. هو ما عاد طلع من مح... من 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 البنك المركزي، ضل ينام بالطابق الفوقاني بالبنك المركزي. بيقوم بيودي له ضابط برتبه نائب و... ومعه 20 عسكري، بيروحوا لعنده على البنك المركزي، بيقول له الضابط للحاكم، بيقول له دعيك فخامة الرئيس على فنجان قهوة. قال له أنا ما بقدر دشر هون، إذا حب يشرب معي فنجان قهوة أهلا وسهلا فيه لهون. قال له لا بدك تروح. بلا طول سيري لقطوه للحاكم، بدهم يطلعوه بالقوة، صار يمين يتمنتح هو وياه هون، بالقوة جيبوه، بالقوة شحشطوا وصلوا على الأسانسور. وقف هونيك عسكري حسين، قال له دخيلك يا حسين، ما تخليهم ياخذوني. قام لقط الرشاش وبلش يرد على على القواص، تركوه فلوا، بالقوة جروه وما خلوه يوقع على كلمة. مين جبره يوقع؟ هو عمل هيك هذا الحاكم الموجود هلا هون، سرق مال الشعب اللبناني كله. بده يمشي شؤون الدولة، أي شؤون الدولة وأي شؤون الدولة، الهندسات المالية. ليش باردون معلش بدي أقول لك هالجملة، بدي أرد على كل العالم. ليش قدر عمل بال 21 القرار اللي أخده بال 21 رفع الدعم، ليه ما أخده بال 16؟ ليش بعد ما هري الناس وقفها بالكليب على بزلة على الطرقات؟ لأنك عم بتقول كنت مع حضرتك أنه يحرر سعر صرف الدولار قبل، يعني إيه يحرروا تدريجا. ليش تضل داعم يوصلوا بكذب؟ كنا بيومتها الديفيسي تبعنا سنة 2016 كان 6.8 مليار دولار، وصلوا ل 68 مليار دولار. هيدا كل الخبراء الاقتصاديين بيعملوا لك اياها. اذا انت فعلا حريص على، كان هو داخل بمؤامرة لتدمير الوطن وتدمير الاقتصاد اللبناني، نهاية لبنان الكبير. نعم، هو احد اركان تهديم لبنان الكبير، احد اركانه. وانا مصر على موقفي، هيدا كلامي. نقرا الكتاب ونعمل لا 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 إنه... ليش ما وقف؟ انا حكي عن الهندسات الماليه وما هي الهندسات الماليه، كيف هو طلب من المصرف. يا عمي ماشي، ما بينحمل عقل، ما في عقل. كان الدولار ب 2% فوائد، قال لهم بتجيب مليار دولار من برا، كيف راحت مصريات الناس؟ وديعه. بتجيب مليار دولار بتحطهم وبتاخذ تاخذ منهم 200 مليون وبتاخذ فوائد 6% و7% على المليار. انتبهي، اغلى فايده بالعالم، اغلى فايده بالعالم. صار مدير البنك يجي له زبون، روح جيب بدل ما تستثمر وتعمل معمل تاخذ ربح. هني على اساس بدهم يجيبوا مصاري من برا، صاروا يحولوا مصرياتهم من لبنان الوديعه الداخليه لبرا ويرجعوا يفوتوها، يعطوا اياها ويصرفها. هيدي بسموها بونزي، هذا احتيال. هيدي لما صارت عملية بونزي بالقرن بأمريكا، هون صار مثلها بلبنان. في واحد من التحكيم مدري شو كان بفن الشباك يدين العالم، يعطي فايدة، يروح يجيب الديان يعطي يسكر هون، بعدين ترى كل العالم وفال. هيدا هيك عمل، دين يوم وتاني يوم وتالت يوم، ضل يضحك على العالم يدينهم من سنة 2016 لا ضربنا الكف الأكبر سنة 2021 مع فايدة عالية. فهمتي كيف؟ شلحنا مصرياتنا، شلح مصريات الناس حتى بالبنوك ما فيك تطلع، وعمل انهيار للليرة اللبنانية. وبالآخر شو؟ هي في خبرية بضيعة من الضيعة، قال له سكرانين فاتت، قال البقرة فوتت راسها بالخابية. إجا واحد حكيم وفهمان، قال له كيف بدنا نشيل راس البقرة من الخابية؟ قال له يا عمي ما بدنا نكسر الخابية. قال له بنقص راس البقرة. قص راس البقرة قلب الخابية، هلا شو بنعمل؟ قالوا بنكسر الخابية. نفس الشيء، قص راس البقرة بعدين كسر الخابية، قص راس الشعب اللبناني كله سوا بعدين شيل الدعم. ليه ما شلت الدعم؟ او كان عندك سياسة مالية ناضجة ورؤية بعيدة الأمد انك توفر على هالشعب المسكين؟ منيح هيك انا اكلت الضرب. ليه منرفز هالقد استاذ انطوان؟ عن جد عم بسمعك وعم شوف تعبير وجهك وكيف تغير لونك على التعصيب. لانه فعلا شيء بزعل، لانه لما انت بتشوفي انه الجلاد بدهم يعتبروه انه هو الحكيم، هو الطبيب المداوي، بكل اسف. نعم، هيدا واقعنا. استاذ انطوان فرانسيس، كانت الحلقه تنحكي عن الدور الماروني والمسيحي في السياسه، رح حكينا عن كثير اشياء. بعد شي شويه وقت بدي اسال، اذا اعتبرنا نهايه لبنان الكبير انتهت وعم نفتش على نظام جديد للبنان والشعب اللبناني، اي دور في المستقبل
للمسيحيين وللموارنة في زرت بعض متشبث اليوم وبعده خايف انه يخسر الطائف، البعض عم بيقول خلينا نروح الى نظام جديد والمركزية الادارية تكون هي البديل عن الطائف او تطبق من قبل الطائف، البعض بيقول انه خلص رحنا الى المسلسة وانتهت المناصفة. لك هلا مسلسة او مرابعة او مصادفة او كل هذا ما بيحل الامور، ما بيحل لا بيقدم ولا بيأخر برأيي انا. لا مركزية الادارية الموسعة المالية هي احدى النظريات التي ممكن من خلالها ايجاد نظام بديل، نظام بديل او الفيدرالية المقنعة رح تكون. ليش بدها تكون فيدرالية مقنعة؟ يعني فيدرالية شو الفيدرالية؟ نحن بدنا نعمل دولة مع جيش تكون منتمية لضد تمشي هذا الجيش ضد هذا الجيش. لمركزية الموسعة تعني السياسة الخارجية تبقى كما هي في لبنان، في المركزية الجيش اللبناني يبقى مركزية. في المركزية الدرك اللبناني يبقى في المركزية. المالية العامة تبقى في المركزية. شو بده يتغير؟ بتغير انه كل منطقة بتدير حالة، الجبايات تتغير، الانماء المناطقي يتغير، الانماء الثقافي يتغير، القرارات مثلا انه انا بعمل رخص بنا بهالمنطقة هيدي بصير عندي حق، بدل ما انا اعمل رخص بنا هون مجبور وديها على تنظيم المدن في بيروت تيقول لي اوكي او منو اوكي، بتصير هي كل منطقة بحد ذاتها قادرة تعرف انه هون انا بدي اعمل منطقة صناعية بعملها، هون بدي اعمل مجارير صحية بعملها، الانماء اسرع، الانماء اسرع، وبدل ما انا اركض يعني الباسبور بده يتغير، باسبور واحد بده يكون للشعب اللبناني، عبد العام بده يتغير، هويه واحده وباسبور واحد، لا في فيدراليه ولا في كونفدراليه، يعني ما لنا فيدراليه هذه ابدا، ما لنا فيدراليه مثلا بكندا في فيدراليه انه هي ذاتها يعني تقريبا فيدراليه، بس بكندا انه كل ولايه او منطقه في عندها حكم ذاتي، يعني هلا بنشوف مثلا بكورونا في محلات الزاميه في محلات ما في الزاميه اللقاح بكندا في مناطق في اجراءات في مناطق التفئة مثلا 17% بتروحي على كالجاري ما فيها تفئة لانه كالجاري غنيه ما بتفرض ضرائب، يعني بتفرض عندها حريه فرض الضرائب، انما هون بلبنان باللامركزيه الموسعه الضرائب هي ذاتها، يعني اذا قلنا نحن الضريبه على القيمه المضافه بتكون 12% تطبق على كل الاراضي اللبنانيه، مش هون من هون لا وهون ايه، هي ما لها علاقه يعني وزاره الماليه تبقى كما هي، يعني الدوله المركزيه لن تتاثر من هون بخف الدور السياسي للماروني وللغير الماروني. نحن انا ضد انه نقول يجب ان يكون هناك دور سياسي للمسيحي او للسني او للشيعي، يا خيي ليش بكندا او بامريكا او بفرنسا الدوله العلمانيه ما كلنا مواطنين، يلي المواطن الكفو فليصل الى السلطه والمواطن الغير كفو يقعد ببيته، مش بنحط الكندرجي محل البواب والبواب بنعمله سنجري، مهم الواسطه، مهم الواسطه والطائفه، هذا اللي بدنا نوصل، هذا اللي بدنا نقوله. انا مع الدوله العلمانيه، مع الدوله، مع اللامركزيه الاداريه الموسعه، مع سلطه مركزيه قويه وجيش قوي وامن داخلي بتضبط الامن، سياسي واضحه خارجيه وداخليه. هلا السياسي الواضحه اذا بنوصل لكلها وبدنا نمشي بخط سيدنا البطرك نعمل حياه ايجابي بوركوبو ما في مشكل بساعتها، بس حل مشاكلك بالاول طلع من ما فيك تعمل حياه عن المشكل، يعني لك لا كيف اليوم اذا انت اليوم بدك اذا انت عندك بروبليم صحي قبل بتقولي بدي اطلع على جبل وبدي اروح اعمل هايكينج اول شيء استردي عافيتك الصحيه تتفكري تعملي هايكينج صح شو تجليطه هيدي شكرا لا كثير عم بتذكروا كلمه تجليطه صارت مشهوره لانه تجليطه هي مش انه كلمه كل الطرح السياسي في لبنان منه جدي ابدا ما حدا للاسف الشديد ما حدا ولا فريق سياسي عنده طرح جدي ما حدا مين عم يحكي جد هلا هون
كلهم بيطلعوا لك بمشاريع وهميه بيقول لك انا بدي اجيب 30 35 نائب وانا بدي اجيب 40 ونحن المجتمع المدني. افسح لي كلمه المجتمع المدني من شو مؤلفه؟ من شو؟ لما نزلوا على الثوره كانوا مليون 1200 تنظيم، 1200 تنظيم ما حدا سامع فيهم، فرخوا مثل الفطر من كل الاتجاهات. هلا بالساحه بيجوا بيعملوا الجبهات، بكل جبهه مجموعات الله يخليك، مجموعات في حاله هبل كامل موجوده بلبنان. هبل عند الشعب ويلي عم بيستغلهم كتير شاطر طبعا. بمشيهم بريموت كنترول، بلك مبسوط انا عم بتعامل انا بوصل على السفاره الامريكيه انا بعد. لك روح يا ابني انت وكل هاي الخبريه لوين بدك توصل؟ اذا بيقول لك بيرجع بيقول لك بس هن مقتنعين، في بعض الاطراف بتحاورون مقتنعين انه نحن عايشين بمشكله بدها حل. الحد نحن منغير باتجاه الافضل، لانه في فساد ما فينا الا في ناس طلبوا لجنه تحقيق دوليه بالفساد. عال انا معهم، انا معهم. ويني ما بعرف. طب انا معهم موافقين على بكره نروح تنجيب نشوف تنعمل على بكره. ويني لك اذا تحقيق بموضوع ولك يا ست هلا اذا جبنا ضلينا سنه تقدرنا اتفقنا على شركه تدقيق جنائي مش تدقيق جوالي، يعني هيدي ما على قيل انا اوديتنج يعني تفتح الدفتر بتعيد بتطلع على الحسابات مضبوطه، الحسابات مدفوعه النفقات ام كذا. من سنه ونص لليوم ما عم نقدر نخلي حاكم مصرف لبنان يخليني يشوفوا الحساب يشوف الدفتر، لانهم عم يخرقوا السريه المصرفيه. اي اهم السر أي... لا طلع قانون، طلع قانون مجلس النواب لرفع السرية بدن عملوه على سنة. هلا هو عم بيأجل تيرجع يوصل لنقطة معينة. ليش أنا عم هالقد بيزعجني إنه هلا عم بيعمل تسويف تتمرق السنة تقول لك سقط القانون وما يعطي التدقيق الجنائي؟ ما بده يعمل تدقيق جنائي، ما بده. ما حدا بيقول لك التدقيق الجنائي بيعمل حرب، مشان هيك ما بعرف أي حرب. ليش بدك تكون تعمل حرب؟ لأنه بدنا نعرف مين سرق. لازم بدنا نعرف او ما بدنا نعرف. هذا الفريق الجديد اللي جاي شو جاي؟ مش جاي بحرب الفساد؟ حسب مش هالشعاراته عنده شعارين بس ما بيوثق بالتدقيق، ما بيوثق بالتدقيق الجنائي لانه من رئيس الجمهوري، ما بيوثق. ما بعرف على فكره بده يروح رئيس الجمهوري بعد عنده 7 اشهر، بعد عنده 7 8 اشهر بيبطل رئيس الجمهوريه، ببطل بصير ساعتها التدقيق الجنائي منيح؟ بلكي جابوا شركه غيره؟ شكرا لك استاذ انطوان فرانسيس. شكرا عم بعصبك ما تاخذني لا بالعكس، بس انه عم بقول لك، قلت لك لما بقول انه طريقه الابروش تبع السياسي بلبنان عند معظم الافرقاء هي هبل. شكرا لك، شكرا هاجوب، شكرا لك. انا هلا مثلا ما بقى عم بطلع احكي لانه صار عندي بشكرك. شوف في ناس قالوا لي شكرا انك جبت استاذ انطوان، صار له زمان مش طالع على الشاشه. شكرا لك انك تكون معنا اليوم، وبنوعد بحلقات ثانيه. شكرا هاجوب، والى اللقاء عبر صدفه.